يبرع المحتالون في مجال لعبتهم، ولكن إذا تعرفت على علامات التحذير، عندها يمكنك تجنب الفخاخ وبالتالي حماية نفسك. إن النصب عن طريق أجهزة الصراف الآلي شائع جداً، ولتجنب التعرض للاعتيال، تأكد من القيام بالتالي: اختر جهاز صراف آلي مضاء جيداً حيث يتواجد حوله العديد من الأشخاص وقد تم توجيه كاميرات المراقبة إليه. حاول دائماً استخدام ماكينة صراف آلي داخلية ضمن المصرف أو المركز التجاري. اعمل على استخدام ماكينة الصراف الآلي التابعة لمصرفك. تجنب استخدام الماكينة بمفردك. افحص الصراف الآلي بحثاً عن علامات التلاعب. تلمس سطحي قارئ البطاقات وموزع النقد للتأكد من عدم وجود أجهزة إضافية متصلة. وفي حال وجودها، لا تستخدم جهاز الصراف الآلي هذا وقم بإبلاغ المصرف. تلفت حولك لمعرفة ما إذا كان هناك من يراقبك أو يتصرف بشكل مريب. ابتعد عن المكان. ضع جانباً كل ما يشتت انتباهك كالهاتف المحمول مثلاً. قم دائماً بتغطية لوحة المفاتيح عند إدخال رقم التعريف الشخصي. ذكر الأشخاص بالابتعاد عنك قليلاً. قم دائماً بطباعة نسخة من إيصال ماكينة الصراف الآلي واحتفظ بها لمقارنتها مع كشف حسابك المصرفي. عند الانتهاء من استخدام الماكينة، ضع بطاقتك ومالك وإيصالك بمحفظتك بسرعة وانتباه. إذا لم تعد ماكينة الصراف الآلي بطاقتك، فابق بجانب الجهاز واتصل بالمصرف الذي تتعامل معه لإلغاء بطاقتك. إذا لم تصرف لك ماكينة الصراف الآلي مالك، قم بتسجيل التاريخ والوقت والمكان حيث حدث ذلك. التقط صوراً باستخدام هاتفك وأرسل لنفسك نسخة منها. اتصل بالمصرف الذي تتعامل معه لتقديم طلب. سيكون الأمر أسرع إذا استخدمت ماكينة الصراف الآلي التابعة لمصرفك. انظر إلى التعليق. راجع بانتظام كشف حسابك المصرفي للتحقق من أي استخدام للبطاقة لم تقم به بنفسك. أبلغ المصرف الذي تتعامل معه عن أي عملية نصب محتملة، ولا تشارك أحداً رقم التعريف الشخصي الخاص بك. تذكر أن تكون يقظاً دائماً، لا تشارك بياناتك أبداً.